أو صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم في ثالث أيام هذا المهرجان لسن اللقايا، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الأول للقعدان اللقايا في تعداد أشواطنا الثالث. 5 كيلومتر رحلة الأشواط عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج، من تتابعون هذه الانطلاقات لهذا اليوم. نذهب مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول من يبدأ بالإذاعة والانطلاق الأول. يتقدم رعد محمد بن بخيت بن غنام الهاملي من يعلن حضور الهاملي مع القيادة والصدارة، نقل مباشر إلى المركز الثاني. من يتقدم الرسمي حمد بن علي بن محمد المزروعي من يقدم لنا الرسمي، ولكن متعب من يتسلل ويحتل المركز الثاني. محمد بن راشد بن تريس الظاهري يقدم لنا متعب مع المركز الثاني. ثالث المراكز المنطلق في هذه اللحظات، يتقدم مداهم محمد بن سهيل الابهوني الظاهري محتلا مع المركز الثالث. رابع المراكز الزعيم محمد بن مطر بن محمد بن مصلح الاحبابي، ولكن من يتقدم في هذه اللحظات وياتي الاسد سعيد بن عبد الله بعبيد بن دبيله، من يقدم لنا هذا الاسم ياتي مع المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الخامس من الجانب الاخر، اسامي تتقدم من اجل الفوز والابداعي والانتصار. هناك ينطلق مباشره وياتينا ملهم سالم بن راشد بن حمادي الاحفاري، من يتقدم بن حمادي مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز يتقدم في هذه اللحظات بهذا الانطلاق وبهذا المسار المميز مشاهدينا الكرام، ياتي المختبر محمد بن راشد بالشاوي الغفلي من يقدم المختبر. نشوف اللي في المركز السابع، سابع المراكز، التقدم ممتاز في هذه اللحظات من الزعيم محمد بن مطر بن مصلح الاحبابي القادم. احلى مشاهدينا الكرام، وصل وتقدم مخلاب سيف بن مسر بن راشد العميمي محتل مع المركز الثامن. نشوف اللي في المركز التاسع الرسمي حمد بن علي بن محمد المزروعي، عاشري المراكز وختام النداء الاول للشوط الاول للقعدان اللقايا المحليات الاصايل. في تقدم في هذه اللحظات من معزم احمد بن مبارك بن سعيد الشامسي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الاول للعشر الاوائل، اذعناه كاملا مكمل. نعود حيث البداية، نعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول. رعد مشاهدينا الكرام من ياتي مع المقدمة كالوعد، بالفعل يعلن الحضور محمد بن بخيت بن غنام الهاملي مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول مسيطر منذ انطلاق الشوط. ورعد يعلن الحضور مع المركز الاول، متعب مع المركز الثاني، محمد بن راشد بن تريس الظاهري محتلا مع المركز الثاني. المركز الثالث المختبر، تعود الملكية مشاهدينا الكرام. هناك المختبر محمد بن راشد من يتقدم بالشاوي الغفلي من يقدم لنا هذا الاسم، ولكن يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مباشرة، ياتي في هذا الانطلاق. هناك اليرو محمد بن مطر بن حوير بن المنصوري بدأ يتسلل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. رابع المراكز، اللي في المركز الرابع ينطلق مباشرة ويحتل المركز الرابع، يغير من مركز إلى مركز عينه لناموس هذا الشوط. من ياتي مشرف، مشرف بدأ يتقدم، تعود ملكية مشرف مسري بن سالم بالعرت الحميري القادم الواصل في هذه اللحظات. ينطلق مختار محمد بن عتيق بن شامس العامري ينضم مباشرة ويحتل المركز الخامس. بدأ الشوط يسرع للقعدان اللقايا المحليات الأصايل، القادم الواصل في هذه اللحظات من ينضم مباشرة وياتينا. أرى اللي هم داهم محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، قدوم من الطائف عامر بن سعد بن محمد المري. يا سلام، وصلت الأسماء، وصل الكل وتقدم الكل من أجل الفوز والناموس. الزعيم محمد بن مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي، ولكن اللي قادم في هذه اللحظات رمحان حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني من يقدم لنا رمحان والوصول الجديد
القدوم من يغير من مركز إلى مركز في هذه اللحظات الصارم. عبد الله بن محمد بشين الكثيري، هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، ولكن لنا عوده مع الصدارة، لنا عوده مع رعد، رعد مع مقدمة الشوط وكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. ورعد يتقدم، رعد يتقدم الجميع مع مقدمة الشوط. محمد بن بخيت بن غنام الهاملي يتقدم الجميع الهاملي ويحضر بهذا المهرجان في ختام الوثبة، ختامي الختاميات، يعلن الوجود والحضور مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مشرف مشرف مشرف، تعود الملكية مسري بن سالم بالعرط الحميري، يا سلام، بن معتوق قادم يقدم لنا هذا الاسم. هناك مختار محمد بن عتيق بن شامس العامري ينضم إلى المركز الثاني. دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير وطارنا القعدان اللقاية المحليات الأصايل. الزعيم مع المركز الثالث محمد بن مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي ينضم مع المركز الثالث. القادم الصارم عبد الله بن محمد بالشين الكثيري، من اللي وصل في هذه اللحظات؟ أول إذاعة مشاهدينا الكرام، هنا منصف صالح بن محمد بن سالمين العامري، يا سلام، وصل أبو محمد ينضم إلى المركز الخامس. الشوط الأول للقعدان اللقاية، إن بيروح هذا الشوط مع الفوز والناموس والبداية الأولى والصدارة مقدمة الشوط. مشرف 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 يتقدم، تعود الملكية مسري بن سالم بالعرض الحميري، ولكن اللي هو الزعيم 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 باحث عن الزعامة مع المركز الثاني وغير على الصدارة. الزعيم تعود الملكية، محمد بن مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي، بن مصلح الأحبابي يعلن الحضور الأحبابي مع الناموس. الزعيم الزعيم هو للزعامة، هو للصدارة، هو للناموس، الأقرب المسيطر بن مصلح الأحبابي إن لم يكن هناك. مشرف مع المركز الثاني، مشرف قادم، تعود الملكية مسري بن سالم بالعرط الحميري، ولكن بن مصلح بالعرطي، بالعرط الحميري، الحميري أعلن حضوره مع الناموس. سلام مشرف، سلام مسري بن سالم بالعرط الحميري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الزعيم محمد بن مطرب بن حمد بن مصلح الأحبابي، المركز الثالث ثالث المراكز الصارم عبد الله بن محمد بالشين الكثيري، والمركز الرابع رابع المراكز من وصل مشاهدي الكرام مختار محمد بن عتيق بن شامس العامري، المركز الخامس من وصل في خامس المراكز مشاهدي الكرام منصف صالح بن محمد بن سالمين العامري. هكذا النتيجة، نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والإبداعي والانتصار. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام أثناء وصوله بشعارك يا بالعرط الحميري، من قدم لنا مشاهدينا الكرام هذا الاسم؟ هناك مشرف بالفعل، 7 دقائق 20 ثانية، 3 من الأجزاء يسجل التوقيت الأفضل والتوقيت الممتاز تحت أقدامه. هناك الصارم، هناك تهانينا والناموس لمالك مشرم سري بسالم بالعرض الحميري مع التوقيت الأفضل والتوقيت الممتاز. 7 دقائق المركز الثاني، 20 ثانية، 7 من الأجزاء قدم عرض شكل علي الزعيم محمد بن مطرب بن حمد بن مصلح الأحبابي. نشوف اللي في المركز الثالث، ثالث المراكز، 7 دقائق 21 ثانية، 7 من الأجزاء من احتل مع المركز الثالث اللي هو مشاهدينا الكرام الصارم عبد الله بن محمد بشين الكثيري. هكذا النتيجة، ولكن التوقيت الأفضل يتسجل تحت أقدام مشرف مسري بن سالم بالعرض الحميري مع التوقيت الممتاز والتوقيت الأفضل. سلام الحميري، سلام على هذا الفوز والناموس.